السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب بدبابة الدي 44 100، اللي هي دبابة الدي 44. طبعا الدبابة تشبه دبابة الدي 54 فرست بروتوتايب. في جلتش في اللعبة وفي مشكلة في بعض الدبابات لما تختار الذخيرة السوداء في المقدمة فيها، بس مش كل الدبابات.
ضد الأبراج بصراحة بتاعك هذا. استعجلت مع أن الهدف متحرك صعب. بقيت الروت ودبابة قوية. الدبابة الأخيرة هي شوف النتيجة وش هذا الشيء. ريسبلاي امنيشن غالي لما استخدمت الذخيرة اللي هي فلوس. او برسنال ريفيرس بونس اوارد فروم ذا فريت ريكتر ايش دي فاير فور كوزن دامج تورنالاي زيرو. يلا مع السلامة.